طيب نروح بقى للجملة بتاعت جمهوره حماه أو حماه. النهاردة يمكن حرص عدد من جماهير النادي الأهلي برضو أن يزور مؤمن زكريا في بيته. يمكن الصورة دي النهاردة انتشرت بشكل كبير جدا على مواقع الاتصال الاجتماعي، والجمهور كله يمكن بيعبر في الوقت ده عن حبه لمؤمن زكريا، وكل الناس بتدعي له، وإن شاء الله يمكن هيتخطى الأزمة الصحية دي في أقرب وقت اللي بيمر بيها. ويمكن زي ما قلنا لحضراتكم إنه دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان يعني كان بيطمن عليه بشكل خاص جدا، ووعد إنه هو طبعا هيطمن يعني فيما بعد على حالته الصحية. ده جزء يعني صغير قوي او عدد قليل قوي من الناس اللي زارته النهارده، واحنا كمان ان شاء الله هنزورك قريب ان شاء الله. طبعا زي ما بقول ده مش جديد على جماهير النادي الاهلي، ودايما زي ما بقول دايما هو جماهير النادي الاهلي هي اللي بتحمي النادي الاهلي، وهي دايما السبورت، وهي رقم واحد، وان شاء الله الفتره اللي جايه كمان تثبت جماهير النادي الاهلي باذن الله انها فعلا رقم واحد. وزي ما بقول دايما حافظوا على المقوله اللي بتقول الاهلي في حته تانية، احنا مختلفين، احنا عندنا ثقافة النقاش، عندنا كمان التخطيط، وعندنا البطولات، فان شاء الله باذن الله يعني جماهير الاهلي كمان ترجع للثالثة شمال وتبقى الدنيا منورة بيهم ان شاء الله.